مرحبا بالجماهير الودادية في مدينة فاس. مع الودادين جماهير خاوة. الجماهير خاوة من بيناتنا واش. ديما صفرة الحفرة. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في ميكرو ماتان سبور. اكيد كنتواجدوا الان بمدينه فاس من اجل مباراه ديال اليوم الغد اللي غتجمع فريق الوداد الرياضي ضد نظيره المغرب الفاسي. مباراه مهمه، مباراه اللي غيبحث فيها المغرب الفاسي لتزكيه الفوز الاخير ديالو اللي كان ضد شباب المحمديه بثلاثه الاهداف مقابل هدف، مؤجل الجوله 23. فريق الوداد الرياضي ايضا فاز على فريق الجيش الملكي في اخر منافسه ديالو بالبطوله الوطنيه، وغيبحث على توسيع الفارق مع الرجاء الرياضي اللي انهزم في مباراته الاخيره امام سريع واتزم. فرصه امام الوداد للابتعاد صدارة البطولة، واكيد فرصة للمغرب الفاسي يعني للتأر في مباراة الذهاب اللي انهزم فيها امام الوداد. كوشي كيعرف منذ الهزيمة ديالو الأخيرة امام الوداد الرياضي ما انهزمش المغرب الفاسي، كيتعادل أولا كيحقق الفوز. إذا في مباراة مهمة غتكون قوية، غادي تعرف حضور جماهيري كبير، غنحاولوا نحصلوا على الآراء ديال الجماهير الفاسية بخصوص هذا اللقاء والتوقعات ديالهم، فبقوا معنا نسمعوا الآراء ديالهم. ان شاء الله تكون مربوحه والماتش ديالنا ان شاء الله، ونكملوا سلسله الفوز والتعادلات اللي بدينا من الخساره مباراه ضد الوداد بواحد الزيرو، من ثم بدات السلسله ديالنا ديال الفوز والتعادلات، وان شاء الله تكمل بفوز المباراه الغد على الوداد البيضاء. كيفاش كيبان لك المستوى ديال المغرب فاس هذا الموسم؟ الموسم غادي بتحسن، كيبان فارق مقاد غير الهجوم اللي ناقصنا شي شويه، ان شاء الله يتقاد الهجوم وتولي عندنا فرقه اللي ما كانش لها يربحها في المغرب. شو التوقع ديالك الماتش؟ التوقع راه الجمهور كله حاضر، غدا فاس راه ترجع البلاصه ديالها فين كانت، وغدا ان شاء الله مربوحه طروه بوان، وهاد الشيء هادي هاد الصفرة هادي راه غنموتو معاها ديما صفرة الحفرة. شكرا اخويا اي ماركي ديك سميتو، ان شاء الله اي ماركي بوبكر ولا اي ماركي الماس، وان شاء الله تقطعتي انت الورقة ديالك. كيفاش كانوا التدابير؟ قبل ما نمشي للمحمدية الناس القنصلية وفروا لنا الوراق، راه بغينا نقطعوا الوراق. كاين مشاكل دابا، صاحبي قطعوا انا وصاحبي مازال ما قطعنا، كنطلبوا من الالتراس وفر لنا الوراق، وغدا راه نمشيو ما لقاوش. وديما الصراحة حنا هاد الوناد كنموتوا عليه ديما، اللعيبية يلعبوا ما تحشموناش، وباغيين يطروا بوان، باغيين ما باغيين حتى حاجه، راه تنموتوا مع هاد الفرقه على طروا بوان على هاد اللوغو هذا. وشكرا مع احبابي فاس اخويا اللي عندنا. اولا مرحبا بالجماهير الوداديه في مدينه فاس، هذه اول حاجه. ثانيا غدا ان شاء الله اللي يربح تنقولوا له مبروك، وان شاء الله بحول الله فوز للمغرب الفاسي ان شاء الله بحول الله، من اجل يعني المرتبه الثالثه اللي غادي تخوضنا اننا ان شاء الله بحول الله نكونوا في كاس الكاف. غدا كي غيكون الحضور الجماهيري ديال هو الحمد لله متوقع، كاين الاكتظاظ خصوصا في المسائل ديال الورق، راه الحمد لله جماهير فاسيه وكما عودتنا يعني في السنوات الماضيه، خصوصا المباراه ما بين الوداد البيضاوي اللي هو كلاسيكو ديال المغرب. الحمد لله جماهير كاين الاقبال على التذاكر، وغادي تكون ان شاء الله غدا ان شاء الله حاضره بقوه. كيفاش مرات الظروف ديال اقتناء التذاكر؟ لقيتوا شي مشاكل ولا كان كان في شحال يعني قبل من هذا الماتش هذا كان مشكل ديال اقتناء التذاكر، كانوا هي من السطورات، دابا الحمد لله كاينه تقريبا واش 9 او 10 ديال المناطق اللي تيتباعوا فيها التذاكر. الحمد لله كانت يعني البدايه الحمد لله دابا حاليا في التنظيم راه مزيان. جوج للزهير ياك. كيفاش كيبان لك المستوى ديال المغرب فاس هذا العام؟ شويه مزيان. دابا راه الوداد اخر ماتش كان اخر عزيمه كانت عندكم مع الوداد. مع الوداد فرصه ليكم. دابا فرصه لينا نربحوها بجوج لزيرو. وكي غيكون الحضور الجماهيري؟ مزيان، راه بيناتنا خوت مع الودادين جماهير خاوة مزيانين بيناتهم، ما يكون لا صداع لا حتى شي حاجة. في كرة اليد في المغرب الفاسي ومدرب ديال المغرب الفاسي سابقا. ايوا انت رياضي. إذن معلوم كنكونوا متابعين المشوار ديال المغرب الفاسي، وحنا من المحبين ديالو، وكنتمنى ان المغرب الفاسي غدا انه يعطي النتيجه تكون ايجابيه ديالو ان شاء الله، ويثبت النتيجه اللي كانت في المحمديه. وكنظن ان الفريق راه في التصاعد ديالو، راه غادي في المستوى ديالو، ونتمنى له غدا انه يكون ند للند مع فريق الوداد. هذا هو اللي كان نطلبوه بالنسبه لغدا، غيكون الجمهور
في المستوى ويكون يعطي الجمهور. شنو الرساله اللي تقدر توجه خصوصا لان كنسمعوا في الاونه الاخيره الشغب للجماهير؟ ايوا اتمنى اننا خدينا الدرس من المقابله ديال الجيش الملكي، وكنظن ان الجمهور ديال المغرب الفاسي راه واعي بالمسؤوليه اللي قدامه، وهو السند الكبير ديال المغرب الفاسي الان في داخل فاس وخارج فاس. دونك خصو يستغل هذه الفرصه باش يعطي واحد النظره جميله ديال على فريق المغرب الفاسي وعلى المشجعين ديالو. شو التوقع ديالك المباراه؟ اعطيهم 3-1 صافي. 3-1 كيجيك المستوى ديال المغرب الفاسي هذا العام؟ غادي في تقدم، تعادل الرباح يربحوا سهل ويبقاو غاديين في الرباح. شكون انت كتبع الماتشات كاع ديال الفاس؟ شكون اللي في نظرك كيمارك؟ اللي يجي بسم الله اللي مارك، المهم نربحوا. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.